السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، مازلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق، موضوع جميل، موضوع الكل يتمنى أن يراه في المنام، وهي رؤية الملائكة في المنام. وأحيانا من الممكن أنك ترى بعض أصناف الملائكة المشهورين كرئيس الملائكة جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. فدعونا ندخل في الموضوع. أول رؤية، ودي خاصة بالرجل، رؤية الملائكة للرجل لو كان مريض. أظن سيادتك دلوقتي هتقول مريض وشاف ملائكة يبقى هيموت. بالعكس، الرؤية تدل على الشفاء وليس على المرض أو على الموت، هو مريض أصلاً. يبقى رؤية الملائكة للمريض شفاء وتدل لغير المريض. طبعا الرؤية للرجل وللشاب الأعزب تدل على الأمن والأمان بعد خوف شديد. كون ان انت من الممكن في حياتك تشوف بعض الأشياء او تتقابل مع بعض الأشخاص من الممكن تبقى خايف منهم، او في موضوع ما مهم بيصيبك بالفزع وبالخوف، هذه الرؤية تدل على الأمن والأمان من هذا الأمر الذي يقلقك أو أنك تخاف منه. وأحيانا تدل رؤية الملائكة أيضا للرجل المتزوج والشاب الأعزب على القوة. أنت شخص إن شاء الله ستصبح عندك قوة، والقوة مش معناها قوة في الجسم، لا، من الممكن أنها تكون قوة في الحياة، تقدر تواجه صعوبات الحياة. وأحيانا تدل رؤية الملائكة للرجل على النصر والانتصار على كل من هو عدو له في الحياة. وأحيانا تدل هذه الرؤية على الغنى والثراء. وأحيانا تدل هذه الرؤية بصفة عامة على كثرة النعم التي ستأتيه من الله تبارك وتعالى. لأن الملائكة منها ما هو موكل بتوزيع الأرزاق، فلما تشوف الملائكة منها هذا الملك اللي بيوزع الأرزاق يوميا على العباد، فهذه الرؤية تعتبر واضحة في كثرة النعم التي ستأتيك في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية جبريل للرجل المتزوج، هذه الرؤية تدل على أنك ستكون من أهل الجنة، ولكن بشرط. هو الشرط إن هذه الرؤية ما يكونش فيها ما يزعجك، ما يبقاش فيها حاجة انت خايف منها، او مثلا سيدنا جبريل يأتي وهو غضبان او زعلان، لا. انما حينما يأتي جبريل وانت حاسس بانشراح صدر في هذه الرؤية، اعلم ان هذه بشرى بانك ستكون من اهل الجنة ان شاء الله. طب العكس بقى اللي انا بدأت احذرك منها من شوية، اللي كنت بحذرك منها وبقول ان سيدنا جبريل لو جالك غضبان، هذه الرؤية تدل على وقوع في مصيبة ومع شديد الأسف. فهذه الرؤية رؤية تحذيرية، ينبغي أن تنتبه على الفور. لما يجي لك رئيس الملائكة وغضبان عليك، معنى واضح، انظر في حياتك وشوف أنت بتعمل إيه غلط وانتهي فورا، لأن هذه الرؤية رؤية تحذيرية، فأنت لازم تفوق قبل فوات الأوان. أما رؤية ميكائيل، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية، ولكن الأفضل في هذه الرؤية، وده أفضل معنى، الرزق، لأن ميكائيل موكل بالرزق. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، خلاص كده خلصنا من الرجل المتزوج والشاب الأعزب، ندخل على المرأة المتزوجة. رؤية المرأة المتزوجة للملائكة، هذه الرؤية لها أكثر من معنى وكلها جميلة. تدل على كثرة النعم زيها زي الرجل المتزوج والشاب الأعزب اللي لسه منتهي منهم دلوقتي، ولكن الزيادة بقى اللي تخص المرأة المتزوجة في رؤية الملائكة، أن هذه الرؤية تبشرها بحمل، وليس هنا فقط التبشير بالحمل، وإنما هناك زيادة أخرى أن هذا الحمل سيكون حملا بذكر إن شاء الله تبارك وتعالى.
ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. أما بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية الملائكة تدل على أن المولود سيكون ذكرا، ومش بس كده، سيكون بارا بها وبأبيه، وسيكون هذا الولد صالح إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا لما رأت وشافت الملائكة في المنام. وأحيانا تدل هذه الرؤية على الرزق، وأحيانا تدل هذه الرؤية على تحقيق أمنية غالية. وفي الأخير، وده الأصل، لأن هي الحاجة الوحيدة الخاصة بالمرأة الحامل في قضية الحمل والولادة، أن هذه الرؤية تدل على سهولة الولادة، وتدل على أن قضية الحمل مش هيكون فيه تعب. وكويس أن أنا تذكرت الحتة دي قبل ما انتقل من المرأة الحامل، أن رؤية الملائكة ذكر بعض المفسرين المعاصرين، وتفسيره ده عجبني جدا، قال بأن رؤية الملائكة للمرأة الحامل دي إشارة إلى أن تحسن اسم مولودها. أرضى بنشوف حاجات تحزن من الأسماء، طبعا أنا مش عايز أذكر بعض الأسماء عشان ما حدش يزعل، لكن النهاردة بنلاقي بعض الناس بتسمي أولادها بأسماء عجيبة، أسماء غريبة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، بعض الأسماء اللي بنشوف بعض الناس بتسميها لأولادهم أسماء قطط وكلاب، قطط وكلاب، ما علينا. فهذه الرؤية تدل على أن المرأة الحامل ينبغي حينما ترى الملائكة في المنام أن تحسن اسم مولودها، سواء إذا كان ذكرا أم أنثى، وإن كان الرؤية بتدل على أن المولود سيكون ذكرا. أما بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الملائكة بداية تدل على الزواج القريب، وزواج مبارك، وزوج صالح، حاجات جميلة جدا. طب دي حاجات هتحصل لها في بعض الأشياء الخاصة بصفات موجودة في هذه البنت برؤيتها للملائكة، أن أخلاقها حسنة، وأن سمعتها جيدة، وربما تدل لها هذه الرؤية في الأخير على النجاح والتفوق إن كانت في الدراسة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.